هاي منطقة الكوازين، رأس الكور منطقة الكوازين. اي نطالب المسؤولين ينظفون هاي المناطق، الوحالات، مدرسة مال ابتدائية، والماي. ايش بي الماي؟ الماي ناس خيرين مدوا لنا هو يعني بوري من الشارع لي انا وصلوه. خيرين ما اي ما دولة لا، اليد التعاون ما بيسموها اي. وهاي الوحالات تكرمون الوصاخات هنا مدرسة. هاي شو ما تأثر خاصة بالمطر، واحد يصير ما حد يقدر يمشي. هاي منطقة الكوازين. اشنو معوقات العلم؟ والله على الانقاض هذه الشوارع ما مبلطة، الطرق كلها وسخة، يعني كلها وحالات وطين و ايش احكي لك؟ هاي ايش تأثر عليك؟ ماي ماكو. هاي ايش تأثر عليك؟ والله تأثر علينا بالروحة والجي والطريق، يعني زحمة زحمة حيل صعبة علينا. وهسه احنا مدرسة الحفصة موظفين مجانيين. ومحاضرين مجانيين لحد الان، لا كتعيين ولا اشياء. ايش تقريبا ايش الطالب؟ والله طالب باسراء التعيينات، الشباب هذه المحاضرين مجانيين، موظفي خدمه، العمال وفرص عمل، يعني ما شغلها تعبانه حيل تعبانه. والله تعاني مشاكل عندك الماي والكهرباء، الحفريات، هسه بالوقت الحاضر اكو حمله مو اعمار وانما تفليش حتى تهيئة للإعمار. بس مشكلتنا مشكلة كبيرة إلى درجة، يعني الطرقات مكسرة والأوحال الأوحال. وعندنا هون المدرسة قريبة الحفصة والإخلاص، خطية الأطفال يعني لما يجون على المدرسة وكأنما لازم حتى الجزم يلا بتدوب يلا تفيدهم. زين الطفل يطلع من البيت مرتب، يرجع على البيت وحل صافي. فهذه يعني مشكلة كبيرة إلى درجة، يعني أنا قلت لك ماي جدا ضعيف والكهرباء جدا ضعيفة. أسا أنت هم بيتك يمكن مضروب؟ نعم بيتي واقع. زين بس المشكلة في بيتي، أنا بيتي كنت اشتريتنه من رجل مسيحي، وعلى أساس تحويل ما أكو، التحويل لازم للكنيسة. فهسا بس أريد أرفع الأنقاض، يقولوا لي إحنا منطق نرفع أنقاض لأن بيتك ما بينه سند. فهذه مشكلة كبيرة كلش، لأن هسا إحنا عندنا جماعة أكو بيوت تابعة للكنيسة، وأكو بيوت تابعة للأوقاف، وقف سني. فهذولا يعني ما انطق يعني نشتغل بهم، نريد نرجع على بيوتنا احنا، بس ما انطق نعمرهم. ليش؟ لان تابعين للاوقاف، لا الاوقاف عتتحرك ولا الكنيسه عتجي هوني حتى تطيق تشتغل.